لو هتكلم ان انا كنت عارف ان انا هوصل للمرحلة دي، كان صعب قوي ان انت صغير تحلم بحاجة كبيرة قوي وتشوفها زي ما انت زي دلوقتي. الامكانيات الهجوميه على النادي الاخر، اماميه الثاني مرة في الاوفسايد في منتهى الخطوره، البعيده فاضيه، محمود ولا هدف الاول؟ ده هدف، هدف يا ولد، لسه بقول لحضراتكم